ثلاث أهداف لميسي وثلاث أهداف لنيمار في الدوري الإسباني. كرة ضيعة وخطأ ونيمار راح انطلق والهدف الأول نيمار. نيمار جول نيمار يفتح مجال التسجيل الرابع له هذا الموسم الأول للبارسا عند الدقيقة 26. برشلونة يفتح مجال التسجيل بشق الأنفس من خطأ فادح في التمرير على مستوى دفاع نادي غرناطة. نيمار عندما ينطلق أمام لاعب واحد أو الحارس لا بد أن يسجل هدفه في هذه الكرة. شوف الإعادة والخطأ الفادح ترتكب خطأ تدفع الثمن أمام نيمار وميسي. المراوغة ثم سددها ضربة في المدافع فكان الهدف الأول لصالح البارسا أمام غرناطة بشق الأنفس. نعم من خطأ فادح ارتكب على مستوى الدفاع. الكرة ضربت في المدافع جون سيلفان بابين الفرنسي وزارت شباك الحارس روبرتو فرنانديز. برشلونة هدف غرناطة صفر. بصعوبة فريق ميسي داني ميسي ميسي داني مرة ثانية البحث عن منير الحدادي يرجع لليو ميسي. ليو ميسي يراوغ ليو ميسي باليسرى توغل باليمنى ميسي يزيد ميسي باليمنى يوزع كرة خطيرة جول با 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 جول راكيتيتش يسجل الهدف الثاني لفريق برشلونة بالبراءة والروعة اللازمتين. ميسي توغل على الجهة اليمنى راوغ باليسرى ووزع باليمنى على راس راكيتيتش الكرواتي يسجل هدفه الثاني. يا لام اللعبة منير الحدادي رجعها لميسي. ميسي وجد نفسه أمام اللاعب الأول راوغ ثم الثاني أيضا راوغ باليمنى يوزع واو سبق المدافع راكيتيتش بالراس وسجل هدف ثاني واحد من خارج ال 18 متر والثاني بالراس من داخل منطقة العمليات. هدفان مقابل صفر لبرشلونة عند الدقيقة 43. راكيتيتش الكرواتي يسجل هدفه الثاني هذا الموسم. يا لها من لقطة ويا لها من هدف. البارسا مهم جدا انه يسجل هدف ثاني لأضاف إلى رصيده هدفا ثانيا له هذا الموسم مثلما أضاف نيمار إلى رصيده هدفا رابعا. نيمار عنده أو ميسي عنده الكرة ميسي توغل خطيرة منير الحدادي وجول الثالث لفريق برشلونة الخامس لنيمار. جول 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 صارت النتيجة 3-0 لبرشلونة من نيمار في وقت احتسبت الرابع لنيمار جاء الخامس ليكذبني. 3-0 خمس أهداف لنيمار وهدفا لراكيتيتش. يا سلام على برشلونة عندما يسجل الأول فيأتي الثاني ثم الثالث بل ليو ميسي يمرر للحدادي. منير يصطدم بالحارس ونيمار كالقط في المكان والوقت المناسبين يسدد الكرة في شباك فارغة. 3-0 صارت النتيجة هدفان من نيمار وهدف من راكيتيتش وصارت الضريبة غالية 3-0. قلنا قبل لحظات بأن غرناطة سيخرج بثنائية متأثرا جدا بالثلاثية يخرج منهارا تماما بعدما صمد لمدة 26 دقيقة من عمر هذا الشوط الأول. الوقت الرسمي يرجع للخلف تماما أدريانو ترجع لغابير ماسكيرانو يطلبها داني الفيش وصلته ماهوش متسلل داني اوبا 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 ليو ليو ميسي يسجل الرابع بالراس في المرات القليلة التي يسجل فيها ليو بالراس. التمريرة الأولى من أروع ما يكون والثانية أروع والراسية أجمل من ليو ميسي يسجل الخامس وهدف الرابع له هذا الموسم. ليو 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 4-0 صارت النتيجة لصالح برشلونة أمام غرناطة. هدف اللعبة كانت رائعة جدا وليس الراسية يعني اللعبة كانت قبل الراسية كانت من أروع ما يكون. سنشاهد بالتطوير البطيء التمريرة في العمق بالمليمتر. شوف الإعادة من غابير ماسكيرانو مباشرة لتشافي حطها لك الطبيب يا داني الفيش. نعم تشافي الطبيب حطها للممرض داني الفيش ومن هناك للخبير ليو ميسي بالراس. 4-0 صارت النتيجة. البراعة والدقة في التمرير ثلاث تمريرات من أروع ما يكون. ليو ميسي في القائمة الثانية بالراس يسجل من أمام روبرتو فرنانديز. 4-0 صارت النتيجة.
ضربة ثقيلة الآن. 4-0 لبرشلونة أمام غرناطة. 50 مليون يورو من أجل الاستفادة من خدماته. طبعا سيكون من الصعب على البارسا أن تتخلى أو نعم أن تتخلى عن ليو ميسي مهما كان. أعتقد بأنه ما عندوش ثمن. هاي الكرة ليو ميسي. جول من أروع ما يكون. نيمار الثلاثية في هذه الأمسية. نيمار يسجل ببراعة بعد المراوغة الأروع من ليو ميسي في المكان المناسب. نيمار استلم ورمى الحارس في جهة وسدد الكرة في جهة أخرى. سجل الهدف الخامس في هذه المباراة، هدف السادس هذا الموسم. اللعبة كم كانت رائعة والرقصة أروع من نيمار. هكذا يسجل ثلاثية له هذا الموسم، أعتقد هي الأولى له مع فريق برشلونة منذ انضمامه لفريق البارسا. نيمار الذي لم يسبق له أن خسر في الكامب نيو مع فريق برشلونة منذ انضمامه لهذا الفريق. شوف اللعبة والانطلاقة على الجهة اليسرى من أدريانو، اطلبها نيمار وصلته، دخل نيمار، عفوا اطلبها ميسي وصلته من عند تشافي، حطها لنيمار. أوب 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 أوب. الحارس راح من جهة والكرة من جهة أخرى بالإعادة من هذه الزاوية، نشوفوها أفضل. لو 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 في المساحات الضيقة. قلت لكم نيمار يفعل العجب في مع فريق برشلونة وكذلك مع البرازيل. صارت النتيجة أثقل بكثير، 5-0 لصالح فريق برشلونة من أمام فريق غرناطة الذي صمد لمدة 20 دقيقة وفقط بعدها انهار تماما. 5-0 في النتيجة، تبقت على حالها ستكون نتيجة مكررة لفوزه في ليفانتي فريق برشلونة بالخماسية. وراح ميسي طرح هنا منه ميسي. ميسي جول هدف سادس من ميسي، أدخل نتيجة سجلها البارسا هذا الموسم. ميسي يرد على نيمار يقول له تسجل وسجل. نعم أعطيك لكي تسجل. ميسي 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 ميسي. هاتف عشاق البارسا. السداسية هي الثنائية لليو ميسي مع فريق برشلونة هذا الموسم. 5 أهداف سجلها ميسي، 6 لنيمار. هذا هو الهدف السادس من ليو. اخطف الكرة، سلقها، سرقها، انطلق وباليسرى ثم سدد باليمنى مسجلا السادس. قريب من الأرض، قريب من الكرة، قريب من البراعة، قريب من المهارة، قريب من تسجيل الأهداف في أي وقت من الأوقات ليو ميسي. شوف الانطلاقة باليسرى ثم باليمنى في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس روبرتو فرنانديز. أي أي أي. 6-0 صارت النتيجة مشاهدي الأفاضل. العقوبة قاسية.